خوخة خوخة تعالي. أمور يا ست دري، يلا تعالي معايا عشان نروح نودي الأكل. طب ما تخليكي أنت يا مدام وأنا أودي الأكل للبيت. لا أنا أصلي مخنوقة عايزة أتمشى شوية. ليه كف الله الشر، مخنوقة ليه؟ مخنوقة وخلاص. هي الواحدة منينا كده بتبقى مخنوقة كده من غير سبب ساعات. كفاية رغي بقى، يلا هاتي الأكل وطير. ماشي. يا كريم كريم، إحنا نازلين، ذاكر بقى وما تلعبش. حاضر يا ماما. يلا. يوه شكلي نسيت محفظتي فوق. بقول لك ايه، روحي على العربيه وانا هحصلك. يلا روحي يا بنتي يلا. نهار اسود. بتسرق امك يا كريم؟ ها قولي ليه، احنا مقصرين معاك في ايه؟ بتطلب ايه وما بنجيبهولكش؟ انت رد رد عليا. كنت بتودي الحاجات دي فين؟ بتودي اللي بتسرقه ده فين؟ ما تخلينيش اعلي صوتي اكتر من كده احسن. وديني وديني ابعت اقول لابوك، ولو جه هنا هيموتك. رد عليا احسن لك. قولي عليك فلوس لحد؟ ها؟ حد بيهددك؟ بتشرب سجاير؟ لا. امال ايه؟ كنت بتودي الدهب ده فين؟ كنت انت كنت بديه لخوخة. خوخة؟ بتوديهولها ليه؟ ها؟ كنت بديها لدهب وهي بترقص. يا نهارك اسود، كانت بترقص لك امتى وفين؟ في الأوضة عندي بعد ما انتوا تناموا بالليل. كنت بترقص لك بس ولا حاجة تانية؟ ماشي اقعد هنا ما تتحركش. هاني هاني، خليتك تسرق امك؟ الله يسامحك. ايوه انت. طب اقول لك ايه، هو اللي بيسرقك بيسرقك عشان يشتري مجلات قليلة الادب وافلام، ولقيتها تحت المرتبة بيقعد يتفرج عليها وانتوا نايمين بالليل، ولما سألته قال لي انك عارف عشان كده سكت. افلام ايه؟ افلام ومجلات ايه اللي بتجيبها؟ انكر بقى جنكر. والله العظيم هي اللي خدت الدهب، والافلام دي كانت بتتفرج معايا بالليل بعد ما تخلص لي رقص كمان. بس ما تجيبوش والله رقص، رقص انا هرقص والله رقص انا هجيب. كنت بسرق الدهب ده عشان هي اللي قالت لي، قالت لي عشان ارقص لك لازم تتجوزني وتجيب لي شبكه وتسرق الدهب من امك كمان. جواز؟ كذاب جواز؟ كذاب. طب خش خش شوفي في الاوضه، هتلاقي المجلات وهتلاقي فيلم مكتوب عليه الجلد والكره الجلد، وهتلاقي مجلات مجلات وسخ. والله ادخل ادخل يا غبي، والله ادخل، والله العظيم والله العظيم كذاب، والله كذاب. ما تصدقهاش يا ماما، ما تصدقهاش كذابه اصلا. خش والنبي يا مدام خش 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 شوف المجلات والحاجات الوسخه اللي جوه.